من جرابلس ينضم لنا الملازم أحمد الجادر القائد العسكري في الجبهة الشامية في معركة درع الفرات، أهلا بك معنا. عملية درع الفرات مستمرة، القرى والمناطق تحرر أكثر يوما بعد يوم، ما تفاصيل ما جرى على الأرض خلال اليومين الماضيين تحديدا؟ ما القرى التي حررت وما أهميتها في المعركة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لمعركة درع الفرات، القرى التي تم تحريرها في اليومين الأخيرين هي بلدة الغندورة، وتل الهوى ونبع كبير وفندي وقرية فندي والأيوبية. هذه القرى يعني قريبة جدا من بلدة من مدينة الباب من مدينة الباب. إن شاء الله هذه القرى تكون انطلاق الجيش الحر وقصاء الجيش الحر باتجاه مدينة الباب. أيضا تم إطلاق المرحلة الثالثة من عملية درع الفرات، كيف تترجم هذه المرحلة تحديدا عسكريا على الأرض والأهداف التي حددت لها؟ هذه المرحلة هي مرحلة هامة بالنسبة لفصائل الجيش الحر، تعتبر أهميتها تأتي من تعتبر مدينة الباب هي معقل من معاقل التنظيم تنظيم داعش. أيضا يسعى الجيش الحر للسيطرة على هذه المدينة وطرد التنظيم.